جرت صباح اليوم مراسم تشييع السلطان قابوس بن سعيد في العاصمة العمانية مسقط، الذي توفي مساء أمس عن عمر نهز 79 عاماً حسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني. وأعلن التلفزيون الرسمي العماني تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطاناً لعمان خلفاً للسلطان قابوس. وكان مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عمان قد دعا اليوم مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد، وذلك بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد. كما أعلن البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الإعلام في الأيام الـ40 القادمة.